السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل الحاجات القمر دي، او هقول لكم يعني ازاي عملتهم والوحدة الاساسية بتاعتهم اللي هي الوردة دي، ومنين نجيب الخامات وكل التفاصيل اللي احنا محتاجين نعرفها عشان نعمل زيهم يعني. تمام، بسم الله نبدأ. اولا انا جربت انواع خيوط كتيرة جدا علشان اوصل للنتيجة اللي هي مرضية يعني، او النتيجة اللي احنا نقدر نقول ان هي قابلة للتجربة يعني، قابلة قصدي للإعادة ولطيفة. في الاول خالص استخدمت يعني اي نوع خيط عندي وانا بجرب، دون خيط كوتون جولد، كنت بجيبه كده وبفك الفتل بتاعته. تمام، واستخدمت كمان الكوتون بارلي اللي هو ده، وحاولت ادور على اصغر ابرة متاحة. هو انا كان اصغر ابرة اشتغلت بيها في حياتي كانت ابرة صفر، بس اكتشفت ان لأ، في اصغر، ولقيت المقاسات ديت اهي، دي 1 ملي ودي 75 ودي 0.5 ملي، مش عارفة باينين ولا ايه. الملهم او اللي عملت حاجات عسل جدا ومميزة جدا وخلتني ابدأ افكر ان انا اعمل انا كمان، كانت واحدة يابانية بتعمل حاجات حلوة جدا الحقيقة. ممكن ابقى احط لكم رابط الانستجرام بتاعها لو حابين تدخلوا تتفرجوا على الجمال. ما اعرفش هي بتشتغل بابره كامل حقيقه، بس دي اصغر ابره يعني، انا جبت 6 ابر كامل، حوالي 16 ابره علشان اجيب الابره دي. الخيط بقى اللي هي بتشتغل بيه واللي احنا هنشتغل بيه هو دي ام سي، اعتقد ان انتوا الناس اللي بتدرس فيكو او اللي ليها في انواع خيوط تعرفوا. الفكرة ان الدي ام سي في 6 فتلات. تمام، الناس اللي بتطرز يا اما بتطرز بالفتل كلها، او بتقسم بتاخد مثلا 3 او whatever. احنا هنشتغل بفتلة واحدة بس من الستة دي. تمام، يعني كده هنشتغل بدي بس. اوكي، مع الابرة البركة دي. الحاجات اللي احنا محتاجينها، انا هعمل معاكو فردة من الحلق ده علشان اوريكو بالمرة الحاجات اللي بنستخدمها. دوت اهوت دي ام سي ملفوفة، بكرة دي ام سي ملفوفة. بناخد متر او متر ونص تحسبا، هي الوردة بتاخد في رينج متر ونص، فانا هاخد المتر ونص بتاعي. تمام، وبكده يكون ده دوره خلص معانا، وهفك فتلة واحدة. هلفها علشان تبقى سهلة يعني في الشغل وكده. اعذروني يعني ان انا هعمل معاكم كل حاجة، مش هعمل مونتاج لانه ايدي تعبانة الفترة دي دعوتكم، فالمونتاج بيتعبها اكتر.
بس كده لفيناها اهوت. وده اللون التاني اللي انا هستخدمه هو ملفوف برضو. الحاجات بقى اللي استخدمتها علشان الحلق دوت كانت عبارة عن ايه، زي ما انتوا شايفين اهو، الحاجات اللي هي دي اللي حوالين اللولي بيبقى شكلها كده، تمام. وبعدين بجيب ده، انا مش عارفة هو اسمه ايه الحقيقة، وبقطع حتة صغيرة. انتوا ممكن وانتوا بتعملوه اول مرة تقطعوا حتة كبيرة شوية علشان تعرفوا تتحكموا فيه. بدخل من المكان ده كده، اوكي. وبعدين بجيب حاجة اسمها ستوبر، الحمد لله عارفة اسم حاجة. الستوبر ده بيبقى عامل كده، و هندخله انا بستخدم ابرة رفيعة علشان اقدر ادخله بسهولة يعني، تمام اهو. وبعدين بقفل ده، اوكي، و هضغط عليه ضغطة بالبنسة. الطبيعي ان الحاجات الصغنططة دي بتبقى محتاجة بنسة اصغر شوية، فده ان شاء الله اللي هعمله الفترة الجاية. يعني اللولي دوت لو حد عايز يعرف هو ليه شكله غريب كده، لانه لولي طبيعي، دون لولي مية عزبة بيتزرع في مزارع، وهو بيبقى شكله كده مش متساوي يعني، علشان هو في الاخر يعني انواع اصلا وكده، فشكله زي ما انتم شايفين. احساس ان الواحد ماسك لولي طبيعي احساس حلو جدا. ده بيتباع في حارة الاحجار اللي موجودة في الحسين، اسمها حارة الصلاحية. ندخل اللولي وبعد كده نعمل الجزء التاني. عايزة اقول لكم انه التجارب ديت علشان اوصل معاكم للنتيجة اللي انا بعملها دلوقتي دي، فضلت مثلا حوالي شهر بجرب في حاجات مختلفة، وكمان بمساعدة مريم من الفريق بتاعي، يعني شرفني ان هي تبقى من الفريق بتاعي الصراحة، لان هي عسولة قوي وعملنا جربنا كتير جدا 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 لحد لما وصلنا للنتيجة اللي احنا يعني بدأنا نرضى عنها، او نحس ان هو ايوه هو ده اللي احنا عاوزينه يعني، تمام. اهي الجزء التاني بتاعها اهو. وبعدين بنجيب ديت ونركب التلاتة دول فيها، تمام. البتاع دي البنسة دي فيها الجزء اللي فوق ده والجزء ده والجزء ده، الجزء الاخير ده بيقطع، ودوت اللي هو بنقفل بيه كده، او بنساوي بيه الواير لو الواير معوج او كده، بس انا بستخدمها يعني في الاستخدام ده.
ان شاء الله لما اتعلم اكتر عن موضوع استخدامات الاكسسوارز ده هبقى برضو اشارك معاكم لو حابين. كده احنا خلاص خلصنا الجزء اللي هو اللي فوق ده زي اخوه الخلصان ده، تمام. ودلوقتي هنبدأ الوردة. عملنا سلسلة نطلع المسافة اللي احنا عاوزينها، واحد انا هعمل 7 دي بس هجرب. بالإضافة ان انا هجرب حاجة كمان، خليهم 3 سلاسل بعد الورقة. تمام، واحد بصوا شكلها كيوت قوي. اقدر اقول لكم انه زي اي حاجه في الدنيا الموضوع بيجي بالتدريب مش اكتر.
دلوقتي القمر خلص، دي كانت 10، الورق فيها 10، دي فيها 7، دي مش فاكرة الصراحة. هنخيط البتلات في بعض كده، الورقات يعني الورقة دي مثلا في الورقة دي من الظهر اللي هو ده، تمام، وبالسلاسل اللي احنا عاملينها دي كده. هنروح ماسكين من الورقة كده وقفلنها، ونحط بقى الاتنين التانيين كده بس. وبكده نبقى خلصنا. قولولي حابين تشوفوا ايه المرة الجاية، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامة.